يوما طيبا حبيبتي. إلى اللقاء. أنت بخير يا مارينيت؟ لن أقنع أهلي ثانية بتصوير برامج في المنزل إلا إذا أردت أن يعرف العالم أسرارك. أرجو أن أبقى هادئة ليومين فقط لينسى الجميع ما حدث، خاصة إيدريان. أرجو أن لا يكون قد رآني. أهلا يا مارينيت. كيف حالك؟ بعد ما حدث أمس في منزلكم قلقت أن تكوني. إذا شاهدت البرنامج. حسنا، اسمع، بالنسبة لما رأيته والطور في غرفتي. تقصدين الصور؟ والصور تماما، هناك سوء تفاهم لأني أحب الموضة و... تكذبين؟ لا، لست معجبة بك. معجبة ولكن ليس بهذا الأسلوب، أقصد. أنا أمزح، أتفهم، لا تقلقي، فقد اعتدت على المعجبين، ولي صور في كل مكان حتى في الأماكن غير المتوقعة. كأن أحدهم يضع صورتك أسفل الفراش. حسنا، أتساءل، بما أنك مهتمة بالموضة تعالي إلى جلسة التصوير معي. حقا؟ تصويرك؟ حقا؟ حسن؟ حقا؟ الحقيقة هي طويلة ومملة، ولكن إن أتيت ستكون ممتعة، ما رأيك؟ لا أصدق. شكرا يا إيدريان. سأعطيك التفاصيل، أراك في الصف. يسعدني جداً أنك من معجبية. عزيزتي أودري، سمعت عن الموقف السيء الذي مررت به. ما زلت مستاءة جداً. أريدك أن تعرفي أنني طردت المسؤول عن هذا الموقف. لا يوجد سوى صف يليق بأودري بورجوا وهو الصف الأول. لا داعي للمبالغة جابرييل. استمتعت بالعرض؟ عادي، هذه القبعة ليست من مجموعتك، هل أنت المسؤولة عنها؟ ردي بثقة. أنا من صممتها. ربحت مارينيت مسابقة التصميم. لم أرى تصميما استثنائيا مثله. خيالك خصب يا مارينيت. انتهى وقت اللمعان، غدا هو وقت الريش. لم أشعر بهذه المشاعر منذ أنت. إنها موهوبة. أتريدين تصميم الأزياء؟ نعم. إذن تعالي معي إلى نيويورك، سأجعل لك أكبر اسم في الموضة، ستتخطين جابرييل. سأكون عارض أزيائك. سنساندك دائما مهما قررتي. ستغادر مروحيتي في 8 مساء. أليس هذا رائعا يا كلوي؟ هوراء، مجرد هراء. لم أذهب معك إلى نيويورك وتأخذين مارينيت دوبان شانك؟ سأخذها لأنها استثنائية كلوديت. كلوي، وأنا استثنائية. الاستثناء الوحيد فيك هو أمك. وقت الإقلاع. منحتها فرصة عمرها ثم تتأخر؟ غير مقبول، غير مقبول تماما. هل نرحل؟ لا، امنحها دقيقة أخرى. أراضية أنت يا مارينيت؟ فكرت في الأمر كثيراً، بالتأكيد قراري صحيح. اذهب، كنت أود لكن لا. دوبان تشانغ؟ حسناً حسناً، أخيراً جئتي، سنقلع الآن. لن أذهب لنيويورك معك. علي القيام بأشياء كثيرة هنا، وكل أحبائي هنا، والدي، أصدقائي. أنت تخطئين يا مارينيت. أنت المخطئة، فجزء من حياتك هنا في باريس. كلورين، كلوي. لما لا تحبينني أمي؟ بل أحبك بالطبع. وغير صحيح أن ابنتك غير استثنائية، لأن كلوي شريرة جدا وهي أسوأ من قابلت.
قد تكون أكثر بشاعة وأنانية منك شخصياً. الصخرة لديها القدرة على الحب أكثر بكثير منكما. كيف تجرؤين؟ أرأيتما؟ أنتما متشابهتان جداً. أمي؟ جينا؟ ماريناتا، أصبحت طويلة بالنسبة لسنك. قرأت رسالة باتاغونيا؟ نعم، وتلك التي من أستراليا وبالي وأستونيا أيضاً. هل طاردك دب فعلاً؟ نعم، لكننا انتهينا كأصدقاء. أمي، إنه عيد ميلادها، أتذكرين؟ ولما تعتقد أني هنا؟ ميلاد سعيد يا جنيتي. لقد غزلها لي صديقي فقط لأجل عيد ميلادك العاشر. الرابع عشر. إن الوقت يجري. لا عليك، سأطلب منه واحدة أكبر. لا لا، إنها رائعة، يمكنني إصلاحها، أشكرك. لقد أحضرت لك جدتك حلواك المفضلة. أما زلت تحبينها؟ نعم نعم بالطبع. هذا ليس كل شيء يا صغيرتي، سوف نقضي يوما رائعا كآخر مرة. سنذهب للملاهي ثم لحديقة الحيوان. أمي، أيمكننا التحدث على انفراد؟ ماذا يا توم؟ ألم أعد أعرف مارينيتا جيدا بسبب سفري؟ لا يا أمي، الأمر هو أتعتقد أنها لا تود قضاء اليوم مع جدتها؟ لا بالطبع، يحب قضاء اليوم معك، بالإضافة إلى أن الوقت لم يتأخر. هل رأيت؟ هيا يا مارينيتا، سنسعد معا. الرابعة. ربما أنت على حق وتسرعت في الحكم ولا يكون هناك حفل مفاجئ. كيف لا تخبرين جدتك بأنك لا تحبين تلك الحلوى؟ لا أريد جرح مشاعرها، فنحن لا نتقابل كثيرا. آليا، آسفة لقد تأخرت، لنتقابل في المنتزه. حسنا، ومن هناك لطبيب الأسنان. نعم نعم عظيم، لطبيب الأسنان، سأكون هناك حالا. جداً. ذهبة لطبيب الأسنان مع آليا. بالتأكيد لن تذهبي للطبيب في يوم ميلادك، أريد أن أخذك لرؤية محطة القطارات. حسناً، لأن آليا لديها أختين توأم، ولأنهما اثنتان فهي تحتاج لمساعدتي. انتظري ما الذي أقوله، كل هذا غير صحيح. أتعرفين ماذا؟ أعتقد أن آليا ترتب حفل عيد ميلادي و... فهمت يا صغيرتي، لا تقلقي بشأني، أسرعي واذهبي لصديقتك. أوافقة؟ اذهبي، سأتدبر حالي، سأراك لاحقا. شكرا، أنت أفضل جدة في العالم. يا بنات. مارينيت، مرحبا. مارينيت، أين كنت؟ خفت جدا عليك. وأنا أيضا خفت، وبحثت عنكن في كل مكان. أنا بخير إلا ميعادك مع إدريان. حقا، أين ذهب؟ ها هو. ربما تنجح مهمتنا في النهاية. جميل. لا، اكتفيت من الخطط المعقدة، فالوضوح أحياناً هو الحل الأفضل. إدريان. مارينيت، ماذا تفعلين هنا؟ هل ستفعلها؟ ما الأفلام الرومانسية؟ جئت هنا لأرسم، إنها بالفعل صدفة جميلة. أتمانع لو نتقالل نتقابل. انسى الأمر، دعنا لا نؤخر الحارس. حسناً. لكن لما لا نأخذك للمنزل؟ لا بأس، سأركب العرقسوس، شكراً. حسناً، استمتعي بمشروبك، أراك غداً في المدرسة. لكن على الأقل قلت جملة بدون تلعثم. جملة من ثلاث، لا بأس، ستنجحين في النهاية. صحيح، شكرا لكن.
لا تقلن لي إنه رحل مع ناني، لكن كل شيء جيد. هيا يا بنات إلى جولة في العنقسوس. أحقا قلت له هذا؟ على الأقل عرفت قيمة صداقتك عند إدريان. أعلم، جميل أنه معجب بي، لكن أنا لا أريده فقط أن يعجب بي، أقصد أنا أريده أن يعجب بي. إذن ذلك يتطلب أن تطوري من نفسك. تكي يا لك من حكيمة.